أحيا بك. تعال في عمقي يأسي أيها الروح المعزي، حررني شددني واملأني فأتهلل بذكر الرب. حررني شددني واملأني فأتهلل بذكر الرب. هلما يا روح الله أمرني بحضورك، شددني يا روح الله واجعلني أحيا بك. أستسلم بين يديك يا روح الله الحي، هلم وانفخ في روحي فأعلن أن يسوع حي. هلم وانفخ في روحي فأعلن أن يسوع حي. هلم يا روح الله أمرني بحضورك، جددني يا روح الله واجعلني أحيا بك. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أخوتي بهالصلاة خلينا نرفع قلوبنا للرب. نحن على بعد أيام قصيرة عن احتفال بعيد جسد ودم سيدنا يسوع المسيح، دعونا نلتجي لقلبه الأقدس، دعونا نستدعي روحه القدوس هو يمنحنا هالنعمة، نكتشف عمق وعظمة حب الله لإلنا اللي تجلت بتجسده بألامه بموته بقيامته، الحب العظيم اللي منحنا الحياة. أيها الروح القدس المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. نرفع صلاتنا هذا المساء من أجل الحصول على نعمة لإخماد نار الحقد والضغينة التي يزرعها المجرب في قلوبنا. التلاميذ مجتمعون على الجبل للوداع، وأنت أيها الرب يسوع تقول لهم: ها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. ولدى هذا الوعد كف صوتك المبارك عن الرنين على أرضنا. يا للسعادة، الله معنا، الله فينا، الله الذي فيه نتحرك ونوجد، الله الذي هو على بعد مترين مني في بيت القربان. يا إلهي، ماذا يلزمنا أكثر من هذا؟ ما أسعدنا عما نقيل: الله معنا. هذه هي كلمة الإنجيل: أنا معكم حتى انقضاء الدهور. يا حبيبي يسوع، أنت بكليتك في الإفخارستية، أنت الحي بكاملك كما كنت في منزل العائلة المقدسة في الناصرة، وكما كنت وسط رسلك هكذا أنت هنا يا حبيبي، وكل شيء لي. أنت هنا أيها الرب يسوع، ما أقربك يا إلهي، يا مخلصي، يا يسوعي، يا أخي،
يا عريسي يا حبيبي، إنه لجنون كبير إذا اعتقدنا أن هناك شيئا أفضل لمجده من الذهاب والارتماء عند قدميه. فلنحبه أكثر ما أمكن، وهذا كل ما يلزمنا في الزمان وفي الأبدية. كم يجب أن تجعلنا الإفخارستية المقدسة حنونين وطيبين لجميع البشر، وهذا أيضا أمر جلي. فهذا اللسان الذي لمس الله، هل سيقول شيئا آخر سوى أقوال تليق بالمحبة الإلهية؟ وهذه النفس التي اقتبلت الله، هل تفكر أفكارا ليست مطابقة لصلاح الله؟ وهذا الجسد الذي فيه سكن الله، هل سيقوم بأفعال غير لائقة بحق ساكنه الإلهي؟ وهذا الكائن الذي اتخذه الله مسكنا له وهيكلا، ألا يجب عليه أن يتدفق بصلاح ضيفه السماوي؟ أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الحلو، كن خلاصنا. أعطني يا رب قلبك، هبني أن أختار حبك. يا قلب يسوع إلهي، أرغب أن أتبعك. قلبك يا رب راحتي، هو غذاي، هو عذوبتي. اجذبني إليك إلهي، وحدك أنت سعادتي. وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب مسكني. هلم ووحدني بك، واجعلني أحيا لأجلك. وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب
تسكني. هلما وحدني بك واجعلني أحيا لأجلك، واجعلني أحيا لأجلك. اهتفي لله يا كل الأرض، ترنموا بعظمة اسمه واجعلوا تسبيحه مجيدا. قولوا لله ما أروع أعمالك، كل الأرض تسجد لك وتسبحك، الجميع يلهجون باسمك. تعالوا انظروا أعمال الله وأفعاله المرهبة مع بني آدم. حول البحر أرضا يابسة فاجتازوا في النهر بأقدامهم، هناك فرحنا به. يحكم إلى الأبد بقوته وعيناه تراقبان الأمم، فلا يتسامح المتمردون. أيها الشعوب باركوا إلهنا، ارفعوا أصواتكم بالتسبيح. هو الذي أحيانا ولم يدع أرجلنا تزل، فإنك قد اختبرتنا يا الله، فنقيتنا كما تنقى الفضة. تعالوا اسمعوا يا جميع خائفي الله، فأحدثكم بما فعل لنفسي. صرخت إليه بفمي وعظمته بلساني، إن تعهدت إثما في قلبي لا تستمع لي يا رب، ولكن الله قد استجاب لي، أصغى إلى صوتي صلاتي. تبارك الله الذي لم يقصي عنه صلاتي ولا حجب عني رحمته. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح السمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الحلو، كن خلاصنا. يا سرا سامي المقام، يسوع صار طعام، ابن الله في القربان، كإله وإنسان، في ساعة
سر القربان. ربي معي مدى الأزمان في سر القربان. ربي معي مدى الأزمان. يوم خامس الأسرار عند آخر النهار أمام الاثني عشر خبزا بارك وكسر. في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. ربي معي مدى الأزمان. ثم أعطاهم وقال قولا يسحق الطلال: هذا هو جسدي، خذوا كلوا من يدي. اسمعني في سر القربان. ربي معي مدى الأزمان. هب لي يا رب نصرة على الضيق، فإن تخليص البشر باطل، فباطل إذن التوكل على البشر. أما خلاص الصديقين فهو فيك أنت يا الله. تباركت أيها الرب إلهي في كل ما يحل بنا، إننا لضعفاء ومتقلبون، وسرعان ما نضل ونتغير. من هو الإنسان الذي يستطيع أن يتحفظ متحذراً ومحتاطاً لنفسه في كل شيء، بحيث لا يقع أحياناً في خديعة أو حيرة؟ أما الذي يتوكل عليك يا رب ويلتمسك بقلب سليم، فإنه لا يزل بمثل تلك السهولة، فإنك تنقذه أو تعزيه سريعاً، لأنك لا تخذل حتى المنتهى من يتوكل عليك. أنت يا رب، أنت يا رب، أنت وحدك الأمين وليس مثلك آخر. ما أعظم حكمة تلك النفس القديسة القائلة: إن عقلي ثابت وموطد في المسيح، فلو كنت أنا كذلك لما كان خوف البشر يقلقني بهذه السهولة، ولما كنت أتأثر جدا لسهام كلامهم. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك.
يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الحلو، كن خلاصنا. جعلتني أركع وأصلي، أنت يا يسوع. جعلتني أسمع وأغني لك يا يسوع. جعلت البلاء بلا تشدو لك، فلا تتركها تموت. إليك جعلتني يعلو، كن لي دوما قوت. أرجوك يا يسوع، جعلتني أركع وأصلي، أنت يا يسوع. جعلتني أسمع وأغني لك يا يسوع. نعم يا رب، أنت علمتنا أن نصلي وأن نطلب خبزنا كفاف يومنا، وخبزنا الأهم اليوم هو وجودك فينا، فأنت خبز الحياة، ومن يأكل منك لا يموت، لأنك الخبز النازل من السماء. نريد خبز الحقيقة، نريد جسدك الذي يحولنا إلى خليقة جديدة وينقلنا من الأرض إلى السماء. نريد المن السماوي الذي إن أكل أحد منه لن يجوع أبدا. أنت يا ربي تعطي خبزك السماوي وتطعم الجياع من خيراتك. نرجوك يا رب، نرجوك يا رب أن تعطي كل واحد منا أن يقترب منك بكل تواضع مثل المرأة الخاطئة والعشار، أن يكون أهلا للوقوف أمامك وتناول جسدك، ألا يشترك بخبزك مثل يهوذا. هبنا يا رب اليوم أن نصلي لك مع الكنيسة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثل يهوذا، بل كاللص أعترف لك. اذكرني يا رب في ملكوتك. نعم يا رب، أعطنا أن نبقى أحياء بحياتك ومدعوين إلى وليمتك السماوية كل يوم وإلى يوم اللقاء بك. آمين. أب الأزلي، إن أقدم لعظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتاجات كنيسة مقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الحلو، كن خلاصنا. أيها الآب السماوي الكثير الرحمة، إني ألتمس رحمتك لأجل الخطأ والبعيدين عن نعمتك. اجعلهم يشعرون برحمتك، فتكون رحمتك حافزاً لهم على التوبة والعودة إلى أحشاء أبوتك الرحيمة. احتضن يا رب كل خاطئ تائب، اشفي نفسه من سقم الخطيئة،
وأنعم عليه بسلامك، فيختبر عظمة محبتك التي منحتنا إياها بالمسيح. إني ألتمس رحمتك لأجل البائسين والمقهورين والمهملين والمجروحين في نفوسهم وأجسادهم. أفض عليهم تعزياتك واشفي قلوبهم وأرواحهم. كن أنت ملجأهم وسندهم وتعزيتهم، وامنحهم الفرح والرجاء والسلام. أنعم عليهم بفرح القيامة، وثبتهم في الرجاء أن ابنك يسوع غلب الألم وقهر الموت، ومنح جميع المتألمين وأدلاء الأرض الرحمة والملكوت والحياة الأبدية. إني ألتمس رحمتك لأجل المعذبين بالحقد والضغينة. لين قساوة قلوبهم، ولتغلب رأفتك كل ما في نفوسهم من نقمة ورغبة في الانتقام. وليذكروا كم أنك رحمتهم وغفرت لهم، حتى متى شعروا برحمتك ومغفرتك يغفرون لقريبهم ويرحمون المسيئين إليهم، فينالوا شفاء ورحمة لنفوسهم، لأنه طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. بالأزل إن أقدم لعظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتاجات كنيسة مقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، يا قلب مريم الحلو كن خلاصنا. بدمك الثمين
يا سيدي يسوع المسيح، يا من لأجل محبتك للبشر تقيم نهارا وليلا في سر الإفخارستية مملوءا من الرأفة والحب، منتظرا كل المقبلين لزيارتك، بل مستدعيا إياهم ومرتضيا بدنوهم منك. فأنا أؤمن بأنك موجود في القربان الأقدس، وأسجد لك من أقصى عدمي، مقدم لك الشكر على جميع هذا السر، وعن إعطائك إياي والدتك مريم الكلية القداسة شفيعة بي، وعن استدعائك إياي إلى زيارتك في الكنيسة. فأنا اليوم أهدي التحية إلى قلبك المملوء بكليته حبا، قاصدا تبجيله وشكره على كل ما وهبني من نعم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كريستيا ليسون، كريستيا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا ربنا يسوع المسيح انصت إلينا، يا ربنا يسوع المسيح استجبنا. أيها الآب السماوي الله ارحمنا، يا ابن الله مخلص العالم ارحمنا، أيها الروح القدس الله ارحمنا، أيها الثالوث القدوس الإله الواحد ارحمنا، يا قلب يسوع ابن الله الأزلي ارحمنا، يا قلب يسوع المصور من الروح القدس في أحشاء البتول ارحمنا، يا قلب يسوع المتحد جوهريا بكلمة الله ارحمنا،
يا قلب يسوع ذا العظمة الغير متناهية ارحمنا. يا قلب يسوع هيكل الله المقدس ارحمنا. يا قلب يسوع خباء الرب العلي ارحمنا. يا قلب يسوع بيت الله وباب السماء ارحمنا. يا قلب يسوع أتون المحبة المضطرم ارحمنا. يا قلب يسوع منزل العدل والمحبة ارحمنا. يا قلب يسوع المفعم جودا وحبا ارحمنا. يا قلب يسوع لجة الفضائل كلها ارحمنا. يا قلب يسوع الجدير بكل تسبحة ارحمنا. يا قلب يسوع ملك جميع القلوب ومركزها ارحمنا. يا قلب يسوع الحاوي كل كنوز الحكمة والعلم ارحمنا. يا قلب يسوع مسكن ملء اللاهوت كله ارحمنا. يا قلب يسوع موضوع سرور الآب ارحمنا. يا قلب يسوع الذي من فيضه أخذنا جميعنا ارحمنا. يا قلب يسوع رغبة الآكام الدهرية ارحمنا. يا قلب يسوع الطويل الأنا والكثير الرحمة ارحمنا. يا قلب يسوع الغني لكل من يدعونك ارحمنا. يا قلب يسوع ينبوع الحياة والقداسة ارحمنا. يا قلب يسوع الضحية عن آثامنا ارحمنا. يا قلب يسوع الموسى عارا لأجلنا ارحمنا. يا قلب يسوع المنسحق لأجل أرجاسنا ارحمنا. يا قلب يسوع المطيع حتى الموت ارحمنا. يا قلب يسوع المطعون بالحربة ارحمنا. يا قلب يسوع مصدر كل تعزية ارحمنا. يا قلب يسوع حياتنا وقيامتنا ارحمنا. يا قلب يسوع صلحنا وسلامنا ارحمنا. يا قلب يسوع ذبيحة الخاطئين ارحمنا. يا قلب يسوع خلاص كل المتوكلين عليك ارحمنا. يا قلب يسوع رجاء الذين يموتون في محبتك ارحمنا. يا قلب يسوع نعيم جميع القديسين ارحمنا. يا قلب يسوع حماية مكرميك الحلوة ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم انصت إلينا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم استجب لنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كريستيا ليسون كريستيا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك. أيها الإله الأزلي القادر على كل شيء، انظر إلى قلب ابنك الحبيب وإلى الوفاء والتسابيح التي قدمها لعزتك عن الخطأ. اغفر لهم إذ يطلبون رحمتك وارض عنهم باسم ابنك سيدنا يسوع المسيح الذي معك يحيا ويملك بوحدة الروح القدس إلى دهر الداهرين. آمين. يا قلب Thank you.
بصوابغ أغننا يا كريم لكي ربنا يسوع المسيح تكون معكم جميعا ومحبة قلبه الطاهر تحفظكم باسم الأب والابن والروح القدس. اخوتي بختام الصلاة بتمنى لكم كل الخير، تنتبهوا على حالكم وتصبحوا على وجه يسوع، وميرسي لمشاركتكم معنا بهالمساء المبارك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
لك يا رب تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. لك يسوع كل حب وإكرام، وبقربك السلام. وأنا لك يسوع، لك يسوع كل حب وإكرام، وبقربك السلام يا يسوع. وأنا لك يسوع.